أكد دكتور محمد دكواش الطبيب المختص في الصحة العمومية إن مرض كاوازاكي هو مرض نادر لا علاقة له بوباء كورونا عكس ما يتم الترويج له. الدكتور كواش في تصريح للنيوميديا شدد على أن هذا المرض ليس بالخطير، يصيب الجهاز المناعي والأوعية الدموية للأطفال، والجزائر سبق لها وأن سجلت حالات بهذا المرض. أولا، قضية الإشاعة التي انتشرت بالنسبة لانتشار وباء جديد معروف ما سمي بكوازاكي، هذه إشاعة لا أساس لها من الصحة، وهذا الوباء لا أساس له من الصحة، وهو عبارة عن مرض نادر وهو ليس وباء ولا مرض معدي، ناتج عن التهاب للأوعية الدموية المتعلقة بالشرايين الصغيرة والمتوسطة، وهذا المرض يصيب الجهاز المناعي، مرض سيستيميك توشي ما يعرف بسندروم لانفو كيتانيو ميكوز، وهذا المرض موجود منذ القدم تقريبا، ليس له دواء وليس مرض خطير وليس مرض معدي ولا علاقته بكوفيد 19 او كورونا، وهذه كلها اشاعات فقط. في بعض الاحيان ينتشر يظهر مرض نادر، لان المرض يدخل في الامراض النادره، وظهوره في الفتره هذه وما خلى بعض الاطباء او بعض الاشخاص قاموا بتصوير ذلك المرض وربطوه بكوفيد 19، وهذا امر خاطئ. اذا نطمئن الاولياء بان هذا المرض نادر وليس وباء وليس مرض معدي، فلا داعي للتخوف ولا للتهور.